انا زعلت بتعرف هلا عن جد شيء بيزعل يعني اكيد بس نحن عم ناخذها بنكته يعني انا هلا عم شوفها عن جد زعلت وما بدي اروح الميك اب لانه بصير يبين الجرح اذا راح الميك اب زعلت لانه انا نازله اعمل شغله وانا بتعرف هو الشباب عن ما بعرف هدي حياتي هدي شو شيء مزعج بس لك حتى اللي ضربوا انا تعاطفت معهم لانه هو اللي نازلين كمان ما هم فقراء مثلهم مثل اللي نازلين على الارض معترين مثل اللي نازلين على الارض وانا عن جد كنت حابه اوصل صوتهم يعني انا كنت نازله بدي انا اؤمن بالشارع الثاني واؤمن انه في ناس معتره كمان بس ورا الزعيم فانا بحب اسمع صوتهم هني كمان ما خلوني صاروا يبزقوا علي ويضربوني يعني خلص غير الموضوع كنا مجتمعين كنا قاعدين المصاري بقى اشتريت واشتروكي بالمصاري انه انا نازله كيف انشريت بالمصاري اذا انا نازله غطي كلنا يعني انشرينا حبيبتي كلنا طلعنا سفرات و نوال انت دمعتك غالي علينا عن جد صدقيني